يطلق الكرملين منذ البداية على القتال الدائري في الدنباس اسم الصراع الداخلي. تفرض موسكو رأياً يتحدث عن أن الجيش الأوكراني يقاتل السكان المحليين تحديداً وأنه لا وجود للجيش الروسي هناك. Жертвы гражданской войны на юго-востоке Украины. Гражданская война на Украине. На Украине идет гражданская война. Свою причастность к ينكر الكرملين تورطه في أحداث شرق أوكرانيا، وفي الوقت عينه يرسل العسكريون الروس تحياتهم من الدنباس الأوكرانية إلى مدنهم الروسية الأم. Привет, Челябинск. Привет, Красноярск. Привет, родному Новосибирску. Привет, Краснодарскому краю. Уфа, привет. Привет Новосибирску. Привет Улан-Удэ, Читай, Ясногорск, Агинск, Куфрочи. Ростов, привет. Привет, Чита. Салам алейкум, Дагестан. Ребята, ты с России? Все. Все здесь с России. يقاتل في الدنباس نحو 32 ألف مقاتل، من بينهم 11 ألف مواطن روسي. تحدث عن هذا الرقم القائد الأسبق لعمليات القوات الموحدة سيرهي نايف. يشغل ضباط الأركان وجنرالات القوات المسلحة الروسية المناصب القيادية في هذه التشكيلات. أشير إلى أن هذه ليست ميليشيا تطوعية خاصة بما يسمى جمهورية دانييسك ولوهانسك الشعبيتين، بل وحدات نظامية تقع تحت سيطرة قيادة الجيش الثامن في القوات المسلحة الروسية. تقع تحت سيطرة المسلحين في الدنباس نحو 2.5% من الأراضي الأوكرانية، وتحاول موسكو إقناع العالم بأن هذا الجزء الصغير من البلاد يناهض الجيش الأوكراني النظامي بمفرده منذ أكثر من 5 سنوات. جميع أسلحة الطرف الآخر وخصوصاً الدبابات والعربات القتالية والمدرعات والمدفعية ورجمات الصواريخ منتجة في الاتحاد الروسي وجاءت إلينا من هناك، كما وسجلنا استخدامهم لأحدث نماذج الأسلحة الروسية. سجل على الأراضي الأوكرانية الممزقة بالحرب منذ عام 2014 أكثر من 50 نوع من المعدات العسكرية الروسية الحديثة وفق معطيات متطوعي منظمة إنفورم نابالم الدولية. الحديث يدور حول الابتكارات الجديدة تحديداً، غير الموجودة بالتأكيد عند القوات الأوكرانية والتي لم تكن موجودة أبداً عند الجيش السوفيتي. هذه الأسلحة موجودة فقط لدى روسيا وتصنع في هذه الدولة فقط. منها على سبيل المثال الدبابة الروسية T-72B3 التي بدأ إنتاجها في الاتحاد الروسي في عام 2011، وفي لحظة اندلاع الحرب في الدنباس كانت هذه الدبابات موجودة في خدمة الجيش الروسي فقط. سجلها فريقنا كثيرا خلال معارك السيطرة على مدينة ديبالسيو في فبراير 2015. أود أن أبعث بسلامي للصحفي المارك جراهام فيليبس الذي صور هذه الدبابات الروسية الأحدث التي تحركت باتجاه القوات الأوكرانية. وهذه المصفحة BBM-97 موجودة منذ عام 2008 في خدمة الجيش الروسي فقط، ولم تورد هذه العربة إلى أوكرانيا أبداً. هذه العربات المصفحة موجودة في الجزء المحتل من منطقة لوهانسك، ولوحظت أثناء التدريبات العسكرية لمقاتلي جمهورية لوهانسك الشعبية، وها هي في رتل للآليات الروسية في مدينة سوروكينو الأوكرانية الحدودية. في يناير 2015 سيطرت القوات الروسية على المدينة، وها هي المدرعة BBM-97 تظهر بعد بضعة أيام في شوارع لوهانسك المحتلة بجانب المعدات الروسية الأخرى والعسكريين. شهدت أحدث الطائرات الروسية المسيرة في سماء الدنباس مرات كثيرة خلال الحرب، منها مثلاً أورلان 10، وهي طائرة مسيرة روسية متعددة المهام تنتج في سان بطرسبورغ وتستخدم في الجيش الروسي منذ عام 2010. في أكتوبر 2018 رصدت هذه الطائرة المسيرة في السماء الأوكرانية. نفذت أورلان حينها استطلاعاً فوق ليسيتشانسك، ما دفع بالجيش الأوكراني إلى إرسال طائرة هليكوبتر هجومية من طراز 124 التي أسقطت طائرة العدو، وعثرت قوات الأمن في وقت لاحق على حطام طائرة أورلان الروسية. ما هذا إلا مجرد جزء صغير من أدلة العدوان الروسي على أوكرانيا، بينما يظهر في الدنباس عدد أكبر من المرتزقة ومن ابتكارات التكنولوجيا الروسية الحديثة. يواصل الكرملين روايته التي يقدمها للعالم عن أسطورة الحرب الأهلية الأوكرانية.